الكفر ده هيشوف ايام سودة. محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل لو المشكله دي ما اتحلتش. البت لو فلتت واذت الناس انا مش هسمح لحد يقتلها. اللي اعرفه ان في سر نجس وفي حد عايز يطرمخ عليه. هتطلع الجن من جدتها ان شاء الله، حتى روحها تطلع معاها. انت عندك فكره الكفر ده سموه كفر دلهاب ليه؟ بتقول لي ان كلهم هيموتوا ومحدش هيقدر يهرب ولا يطلع بره ولا من طريق ولا من كوبري. هيموتوا ازاي؟ هي هتقتلهم.